حتى ظن الجميع أن مشاكل الحسنية قد هدأت وأن الأمواج العالية قد تأقلم مسير نادي حسنية غدير مع ركوبها بلوحهم الخاص بعد العاصفة التي تلت نهائي كأس العرش بوجدة، ليخرج من جديد المدرب المقال محمد فاخر والذي كانت مغادرته بالقوة القاهرة معلنا تشبته بكل مستحقاته المادية والتي تجاوزت المليار سنتيم قبل اللجوء للجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فاخر والذي تعاقد مع الحسنية في 21 نوفمبر من العام الماضي وسط رفضه من الجماهير والشارع الرياضي السوسي وإصرار سيدينو على تعيينه كربان للفريق. الباب الضيق الذي دخل منه كان شبيها بمثيله في الخروج بعد شهرين فقط من التدريب مع توالي النتائج السلبية للفريق وتراجعه للمراكز الأخيرة في ترتيب الدوري المغربي، لتطوى صفحة فاخر مع الحسنية مؤقتا قبل أن تعود بشكل ضبطت فيه الأسطورة، مؤكدا عدم تخليه عن ما تم الاتفاق عليه قبل التوقيع مع رئيس الفريق. خطوة جاءت أياما فقط قبل الجمع العام السنوي لتضع من يسير النادي بين مطرقة الأداء وسندان عجز الميزانية. جزء ثاني من مسلسل فاخر والحسنية بعد انتهاء الأول بالقوة القاهرة والتي قهرت أيضا ضعف مرونة من أوكلت لهم مهمة التسيير، فكيف سيخرج سيدين ومن معاه من هذه الورطة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.